بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 24 من الكتاب 46، كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، لأن المسلم لا يخرج من فمه السوء. المفروض كده أن المسلم يسلم الناس من لسانه ويده، فلا يخرج من فمه السوء حتى لو كان هذا السوء متعلق بالدواب، حتى بخلق الله غير المكلفين كالحيوان وكالجماد وكالنبات، لا يخرج من فمه السوء. ولذا اللعن معناه الطرد من الرحمة، فاللعن منهي عنه سواء كان للمسلم أو لغير المسلم، ولو كان جمادا ولو كان حيوانا. فالنبي لم يكن لعانا ولا فاحشا ولا بذيء. والنبي يقول لعن المسلم كقتله، يعني حرام كقتله، كما أن قتله حرام فلعنه حرام، وقتل المسلم حرام من الكبائر، يبقى لعن المسلم حرام من الكبائر لأنه نفس حكمه. النهي عن لعن الدواب وغيرها. لإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 69 بعد 706,000، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت، ضجرت يعني غضبت عليه، يعني نفد صبرها، فالضجر ونفاد الصبر، فضجرت فلعنتها، لعنت الناقة اللي ركبها، يعني امشي يا ملعونة، تقول لا مثلا كده. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. طب إذا كانت هي ملعونة كيف تجلس أنت على شيء ملعون؟ الملعون معنى طرد من الرحمة، فكيف تستعين بما طرد على الرحمة؟ فالنبي عاقبها عقوبة إيه؟ أن حرمها من استعمال الملعون لأنك نسبت إليها اللعن، فهذه عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خذوا ما عليها، يعني من متاع، لأن على الناقة كانوا شايدين متاع. خذوا ما عليها ودعوها، يعني اتركوها لا تركبوها، فإنها ملعونة. وهذه عقوبة، لو قال اتركوها يعني لا تنتفعوا بها، لكن ممكن تبيعوه، ممكن تحتمل، او اتركوها بالكلية تبقى عقوبة مالية كمان، بحيث انه تحتمل انه عقوبة مالية او عقوبة بتحريم الانتفاع بها دون بيعها او شرائها، الانتفاع بها بالركوب فقط، تحتمل هذا وتحتمل هذا، المهم نوع من العقوبة. دعوها يعني اتركوها فانها ملعونة، اي الناقة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، حتى إنهم تركوها بالكلية، يبقى الصحابة تركوها بالكلية،
حتى ما باعوهاش ولا ذبحوها ولا استعملوها في أي شيء ولو حتى في السقي. يعني أخذوا كلام النبي على عمومه، دعوها يعني مطلقا، فهم؟ حتى بقوا يجدوا هذه الناقة تمشي في الأسواق محدش إيه يبص لي. وهذه عقوبة مالية، فدليل على أن الشرع ممكن أن يعاقب عقوبات مالية. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي كلاهما عن أيوب بإسناد ابن إسماعيل نحو حديثه، إلا أن في حديث حماد قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. الناقة الورقاء هي البيضاء التي في بياضها سواد، بيسموها ناقة ورقاء. وفي حديث الثقفي فقال خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة. خذوا ما عليها وأعروها يعني خذوا ما عليها من متاع فإنها ملعونة، وأعروها يعني عروها من كل غطاء، يعني من أي رحل أو غطاء عليه. وعن أبي قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي برزة الأسلمي قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتضايق بهم الجبل، يعني بيمروا في طريق ضيق بين الجبال، يعني بمعنى تضايق بهم الجبل يعني صاروا ماشيين في صف لأنهم لا يستطيعون أن يسيروا بجواره بعدهم لضيق الطريق. فقالت حل اللهم العنه، حل زي بالظبط للحمار حاء يعني امشي، لما تقول للحمار حاء يعني امشي، تقول له يس يعني يقف كويس، في الجمل تقول له حل حل يعني امشي، فهم؟ اللهم الآنها الظاهر مش متوعاها يعني. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. يبقى النبي لم يعاقب يعني عاقبها لأنها فعلت فعل أو جرما لا يليق، يبقى لعن الدواب حرام. ما تركبش عربية وتقول اللهم العنها، طب ما هو يلعنها يعني ايه تعمل بيك حادثة، سيبها أحسن، فهم؟ يعني ما هو اللعنة معناه زوال الرحمة، الطرد من الرحمة، وقال أنت تتحمل تركب شيء مطرود من رحمة الله، فهم؟ فما ينفعش تعمل كده حتى في الايه في الجمادات والحيوانات. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر حاء قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد جميعا عن سليمان التيمي بهذا الاسناد، وزاد في حديث المعتمر لا لايم الله لا تصاحبنا، يعني لا والله العظيم لا لي لايم الله يعني ايه يمين مغلظ، يعني لايم الله لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله او كما قال. وعن ابي قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان وهو ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن انه حدثه عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، يعني إيه الصديق مقام كبير من مقامات الإسلام والإيمان، إن كنت تريد أن تكون عالي القدر عالي الإيمان اترك اللعن فلا تجعله إيه لازمة في كلامك، لأن في ناس اللعن لازمة في كلامه. شفت الملعون قال إيه؟ قابلت الملعون امبارح وقال لي وقال طول النهار قاعد يقول الملعون ما لازمة في كلامي، هذا لا يليق. عارف اللي لازمته اللعن يوم القيامة يحرم من الشفاعة في غيره، صدق بقى يعني يحرم انه يشفع حتى في احنا معلوم ان المؤمنون لهم يعني ان المؤمنين لهم شفاعات، يعني ممكن نشفع في بعضنا يوم القيامة مش كده، الا اللعانين منهم يحرموا من ان يشفعوا في غيرهم،
عقوبة لكم، فإن يحرم من هذا. وعن أبي قال حدثنيه أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده. عبد الملك بن مروان كان خليفة من خلفاء أو ملك من ملوك بني أمية، ما نقولش عليهم خلفاء، هم ملوك، كان ملك من ملوك بني أمية، فبعث لأم الدرداء هدية، أنجاد. أنجاد يعني إيه؟ يعني أساس لبيتها، واخد بالك، جمع نجد وهو متاع البيت اللي يزينه، يعني شوية سجاجيد وستاير وترابيزات وأساس، يعني بعت لها حاجات تزين بها بيتها، سموها إيه؟ أنجاد. إحنا نقول إيه؟ بننجد. إحنا بنقول لحد دلوقتي بنستعمل اللفظ ده، نقول لك عندي تنجيد. تنجيد يعني إيه؟ يعني بجدد بيتي. فهمت إزاي؟ الحاجة اللي بتاع أنجدها جديدة، يعني أزينها مرة أخرى وأشد من أزرها بعدما تراخت من الاستعمال. فنفس اللفظ مستعمل، ما زال مستعمل حتى عند المصريين. يقول لك عندي تنجيد، يعني بوضب في بيتي. أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه. عبد الملك بينادي الخادم بتاعه فتأخر، قال له تعالى ربنا يلعنك أو عليك اللعنة، يعني أي لفظ فيه لعنة. فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته. إزاي؟ كانت جارته بقى، أو كانت ساكنة معاه في القصر ربما، أو كانت جارة له. فقالت سمعت أبا الدرداء يقول، زوجها يعني بيروي عن النبي يعني. فقالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. شوف دي حرمانهم يوم القيامة من مقامين عاليين، وهو أن يشفع في غيره يعني ينفع غيره، أو أن يشهد على الناس لتكونوا شهداء على الناس، ده مقام عالي، أمة النبي شهداء على الناس، فيحرم من المقامين اللي فيهم علو ومرتبة يعني. فهمت؟ يبقى أبو الدرداء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لا يكون اللعانون، واللعانون يعني إيه؟ الكثيرين اللعن، لأنها صيغة إيه؟ صيغة مبالغة، دليل كثرة اللعن، صارت فيهم سجية. لا يكون لعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. والشفاعة انك انت تنفع اخيك يوم القيامة. معروف مثلا ان ايه؟ ان صاحب القرآن القائم به، يعني الحافظ القرآن يوم القيامة القائم به يعني يصلي به، يشفع في 10 من اهل بيته وجبت لهم النار. شوف قد ايه ده صاحب القرآن. ومعلوم ان المؤمنون ان المؤمنين لهم شفاعات يوم القيامه، يشفعوا بعضهم البعض. يعني تلاقي مثلا جارك حكم عليه بالنار، تقوم تقول يا رب ده كان بيصلي معانا، هاته معانا يا رب، ده كان بيجي يصلي معايا انا بشوفه، كان بيصلي الجمعه معايا كل جمعه، يقوم ربنا يقول خلاص خده معاك. فهمت ازاي؟ يعني الناس تشفع في بعضها، الا اللعان ما يعرفش يعمل كده، لا تقبل له شفاعه ولا يشفع. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو غسان المسمعي وعاصم بن النضر التيمي قالوا حدثنا معتمر بن سليمان حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق، كلاهما عن معمر عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثل معنى حديث حفص بن ميسر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأبي حازم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة
رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، قال: اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. ما هو ادعو عليهم يعني ايه؟ يعني ان ربنا ما يغفر لهمش، يعني يطردهم من رحمته، يعني يلعنهم. ما هو اللعن هو الطرد من الرحمه. فهمت؟ لما قالوا له ادعو على المشركين قال: اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. فكان يقولوا له ادعي على فلان، يقول اللهم ارحمه. يدعي بالعكس في الرحمه. فهمت؟ باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم او سبه او دعا عليه وليس هو اهلا لذلك كان له زكاة واجرا ورحمة. طب افرض النبي غضب، والنبي بشر بيغضب برضه زي بقية البشر، فقال كلمة خرجت من لسانه ايه يعني شتيمة، زي مثلا ايه ثكلتك امك، يعني ان شاء الله تفقدك امك، يعني ان شاء الله تموت، يعني ده ما يدعى عليه. فهمت ازاي؟ ويقول تربت يداك، يعني التصقت يدك بالتراب، يعني افتقرت، يقوم ربنا يجعلها بالعكس. فهمت ازاي؟ ثكلتك امك يعني ابقاك الله لامك، تربت يدك يعني اغناك الله، يعني تيجي على العكس. كان النبي اخذ عهدا على الله لو قال كلمه فيها شر ان يجعلها فيها خير. فهمت ازاي؟ ودي رحمه كبيره. يعني انت ممكن تقلد النبي وتقول يا رب لو دعوت على اولادي، يا رب كل دعوة دعوتها على أولادي اقلبها عليهم بالرحمة. تقوم أما تيجي تشتم ابنك ولا تدعي عليه مرة، غور من وشي إن شاء الله ما شفتك تاني. ما هو معناه مات بقى، ما هو شفتك تاني معناه مات. فهمت إزاي؟ ما هو الناس ساعات في الغضب بيعملوا كده مع بعضهم البعض، مش كده برضو؟ أو إن شاء الله مش عارف أشوف فيك يوم، يعني وحشة. تقوم ايه تقول كده، تقلد النبي، تقول اللهم اني اتخذت عندك عهدا ما من مسلم دعوت عليه الا واجعلها له رحمه، وتريح نفسك. تقوم تعيش بعد كده تدعي على الناس وربنا يقلبها رحمه، والحكايه بقى ماشيه. واخد بالك ازاي؟ سهل. او بتفلت منك ساعات مع الغضب، يعني الانسان ساعات مع الغضب تفلت منه كلمه. باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم او سبه او دعا عليه وليس هو اهلا لذلك، يعني كان راجل صالح وبعدين دعا عليه ولا حاجة، يبقى ربنا ايه يعكسه. كان له زكاة يعني طهارة من ذنوبه ومغفرة لذنوبه، ادي معنى زكاة. وان لم يكن عليه ذنوب تبقى له اجرا ثوابا، وتكون رحمة سبب لرحمة الله، يعني يا اما تطهيرا له من ذنوبه او رفعا له في درجاته. وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبهما. فلما خرج قلت: يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت لعنتهما وسببتهما. قال يعني بعد كده، يعني ستنا عائشة قالت له ده بقى بعد كده مش هيشوفوا خير أبدا بعد ما لعنتهم وسبتهم، دول مش هيشوفوا خير أبدا بعد كده. فهمت؟ خافت عليهم ستنا عائشة. قلت: يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ خلاص، يعني إيه؟ لا يصيبه. يبقى ما أصابه هذان يعني لا يصيبه هذان. يبقى ما هنا ليست موصولة ولكن ما نافية. وما ذاك؟ قال لها: طب ايه ليه عائشة؟ قالت: قلت لعنتهما وسببتهما. قال: أو ما علمت ما شردت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. يبقى النبي يسبه في الظاهر من باب التربية، وبيدعي له في الباطن من باب الشرط على الله. فهمت بقى ازاي؟ يبقى النبي في ظاهره بيربيه لانهم اخطأوا، وفي نفس الوقت من خلال سبابه لهم لتربية لهم وتأديبا يجعله ايه في الحقيقة عند الله كما شرط على الله. والنبي والله سبحانه وتعالى اولى من يوفي بالشروط سبحانه وتعالى، لان امرنا ان احنا نوفي بالعقود، وكانك عملت عقد بينك وبين الله. فهمت؟ ان يا رب كل ما سب واحد اجعله لي زكاه، عقد بينك وبين الله، يقوم ربنا يوفي شرطك.
لان ربنا امرنا بالوفاء بالعقود فهو اولى بذلك منا. فهمت؟ وعن ابي قال حدثناه ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قالا حدثنا ابو معاويه حا قال وحدثناه علي بن حجر السعدي واسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد نحو حديث جرير. وقال في حديث عيسى فخلوا بهما فسبهما ولعنهما واخرجهما. الظاهر اخطاوا خطا فاحش يعني، او عرضوا عليه شيء اغضبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم طردهم ولعنهم وسبهم. مش ساعات الواحد يقول للمسلم ربنا ينتقم منك؟ فهمت؟ ما دي دعوه برضه وحشه يعني، ينتقم منه يعني يوديه في داهيه يعني، حرام كده. فانت تقولها كده وتريح نفسك، ثم لما تيجي يوم القيامه ما يبقاش ايه حد من المسلمين دعيت عليه، يقول اللهم كل دعوه دعوتها على مسلم فاجعلها له زكاه ورحمه، تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودي سنه على فكره يعني لا يعلمها كثير من الناس، فالواحد ياخد باله منه. وعن ابي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله الا ان فيه زكاة واجرا، مكان ايه ورحمة يعني. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد عبد الله بن نمير مثل حديثي، غير أن في حديث عيسى جعل وأجرا في حديث أبي هريرة وجعل ورحمة في حديث جابر. ودي كلها دقة في إثبات سنة النبي، دقة. هو عايز يتحرى الدقة، اللفظ النبوي كان إيه بالظبط؟ فهمت؟ فهو عايز يتحرى الدقة. ودي برضو مدرسة كبيرة اتعلمناها من رواة الحديث، وهو التدقيق في اللفظ النبوي حتى ولو كان موافقا للمعنى للفظ اخر. هو عايز يوصل للفظ النبوي اللي قاله ايه بالظبط. فاهم؟ وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني اتخذ عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. مفيش رحمة بعد كده بقى، رحمة للعالمين يعني. ما خطرش بال أب من الآباء يقول كده في أبنائه، ولا جد من الأجداد، ولا أم من الأمهات. يعني النبي أرحم بنا من أبائنا ومن أمهاتنا. يعني كم من مرة الأم شتمت ابنها، وكم من مرة الأب شتم ابنه في فترات تربيته؟ كتير. وما خطرش بباله إنه يبقى زي النبي في الرحمة، يعني النبي ده رحمته لا مثيل لها. فهمت بقى إزاي؟ لا مثيل لها، يعني هو أشد من رحمة الأب بابنه والأم بابنه صلى الله عليه وآله وسلم. ما شكرا كان يقول لنا إيه؟ أنا منكم بمنزلة الوالد من والدي، بل هو أشد كمان. صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد بهذا الاسناد نحوه، الا انه قال او جلده. دي لغه ابو هريره، اصل ابو هريره كان ليه لكنه يمنيه كده، واخد بالك؟ مكان او جلده. فهمت؟ لغة لهجة ايه أبو هريرية يعني، واخد بالك؟ مش قرشية يعني، غلبت عليه ايه لهجته. أو قال جلده. قال أبو الزناد وهي لغة أبي هريرة وإنما جلدته، بس دي لهجته يعني. يعني يخلي الحرف الدال لما يبقى ايه؟ لما يبقى ساكن يقراه أو ينطقه كأنه مشدد، لغته كده. وعن ابي قال حدثني سليمان بن معبد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن سالم مولى النصريين
قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. يعني كأن الواحد يتمنى أن النبي يسبه. يعني لو سبوا النبي كرامة لي، فهمت بقى ازاي؟ فوز، كأنه النبي دعالك، يعني هتيجي بالعكس، فهم؟ بس انت مش معنى كده انك انت تعمل شيء يستدعي سباب النبي، ما يصحش يعني. لكن انا بقول لك شوف الرحمة قد ايه، يعني النبي كله رحمة، في غضبه رحمة وفي رضاه رحمة صلى الله عليه وسلم، كله رحمة. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي ابن أخي ابن شهاب عن عمه اللي هو أيه محمد ابن شهاب بقى اللي هو ابن شهاب نفسه عمه اللي هو ابن شهاب الزهري. حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه اللي هو أيه ابن شهاب نفسه بقى اللي هو الإمام الزهري محمد ابن شهاب. قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن لن تخلفني، يعني ايه؟ يعني لا تخلفني، يبقى لن هنا بمعنى لا، لن هنا بمعنى لا، يعني لا تخلفني، فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. وعن أبي قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعب قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي عز وجل أن أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. مع العلم بأن النبي لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا بذيء، ده كان نادر، يعني والنادر لحكم له، لأن النبي الأصل فيه أنه لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا بذيء، نادر. وعن أبي قال حدثني ابن أبي خلف قال حدثنا روح حاء قال وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب وأبو معن الرقاشي واللفظ لزهير قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت عند أم سليم يتيمة. أم سليم دي أم أنس راوي الحديث، بيقول كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال شوف، وهي أم أنس دي مدرجة من الرواة، كأنه بيقول لك أم سليم دي هي أم أنس، يبقى إيه؟ يبقى دي مدرجة من كلام الرواة، كلمة وهي أم أنس دي مدرجة من كلام الرواة، بيعرفك مين أم سليم، فهمت؟ قال كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس، يعني أم سليم دي هي إيه؟ أم أنس. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال أنت هي أو هي؟ لقد كبرت، لا كبر سنك، يعني أنت الظاهر كانت بتربي يتيمة عندها أم أنس، فشافها النبي بعد فترة لقاها كبرت كده بقت عروسة، يقول أنت هي، لقد كبرت لا كبر سنك، لا كبر سنك يعني معناه ايه؟ ما تكبريش تاني، يعني تموتي بقى. ما البنت فهمتها كده، راحت تعيط، راحت تبكي لمين؟ لام انس. انت هي، والهاء التانيه دي سموها هاء ايه؟ السكت. هي لقد كبرتي لا كبر سنك،
فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم: ما لك يا بني؟ قالت الجارية: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا. عارفين أن دعوة النبي إيه؟ مستجابة يعني. أو قالت: قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوس خمارها. أم سليمة كمان اتخضت، راحت إيه؟ قاعد تلوس خمارها، يعني إيه؟ بتلف خمارها بسرعة وهي ماشية علشان تخرج إيه؟ تقابل النبي تسأله ليه دعيت عليها. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، يعني تجمعه تلفه على رأسها وجسدها يعني، حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. وقال أبو معن: يتيمة يتيمة بالتصغير في المواضع الثلاثة من الحديث. يعني الرواية الثانية بتاع أبو معن قال يتيمة، ما قالش يتيمة، بتصغير يتيمة يعني. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي حا قال: وحدثنا ابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا أمية بن خالد قال: حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب. اتكسف ان سيدنا رسول الله عايشه بيلعب بقى ابن عباس، فاول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم جاي فراح مستخبي ورا الباب علشان يعني ما يشوفوش انه كان بيلعب يعني. قال: فجاء فحطأني حطأة، ضربني بين كتفي، جاء على النبي قال: تعالى هنا، بتعمل مستخبي فين؟ خبر. فحطأني يعني ضربني بين كتفي بإيه؟ بكفه. قال: فجاء فحطأني حطأة وقال: اذهب وادعو لي معاوية. قال: فجئت فقلت: هو يأكل. قال: ثم قال لي بعد فترة: اذهب وادعو لي معاوية. كان معاوية كاتب للنبي، بيكتب له الرسائل مش الوحي. قال: فجئت فقلت: هو يأكل. الله، لسه بياكل بعد نص ساعة، طب روح ناديه. راح رجع قال له: بياكل. بعد نص ساعة تاني روح ناديه قال له: لسه بياكل. الله، هياكل ايه طول اليوم ياكل؟ فجئت فقلت: هو يأكل. فقال: لا أشبع الله بطنه. الله، دعا عليه، فاهم؟ وهنا جايبها الإمام مسلم في ايه؟ في هذا الحديث، ان كل دعوة على انسان تبقى له منقبة، عشان كده اعتبرها من مناقب معاوية، وغيره اعتبرها من مخازي معاوية، ان النبي دعا عليه. يعني بعض العلماء يستعملها من مخازي معاوية زي الامام النسائي. والامام النسائي عارف انت مات ازاي؟ راح الشام لقاهم مولعين بمعاوية ويشتمون سيدنا علي، فراح عمل ايه؟ ألف لهم كتاب في فضائل علي وقعد يروي في المساجد، فالناس قعدت تسمع ايه؟ متضرره كده، مش متعودين على انهم يسمعوا فضائل علي في الفتره دي. لما خلص لهم الكتاب مده، قعد مده في فضائل علي كده شهر مثلا يكلمه في فضائل علي بالاسانيد المتصل، لانه كان امام كبير. بعد ما خلص فضائل علي قالوا له: كويس، بعد ما قلت لنا بقى فضائل علي قول لنا فضائل معاويه. فقام قال لهم: لا أجد له إلا حديث لا أشبع له بطنه. قاموا ضربوه. قاموا عليه بقى إيه؟ ضربوه، وكان عنده 80 سنة ساعتها، كان راجل كبير في السن. قاموا أهل الشام المتعصبين لمعاوية ضربوه ضرب يعني مبرح في المسجد. فالراجل تعب قوي، وكان في الفترة دي طالعين يحجوا، فقال لهم: احملوني مع الحجاج.
فحملوه مع الحجاج وهو مريض طول المسافة لحد ما وصل هناك مات، دفنوه بين الصفا والمروة. الإمام النسائي مات هناك في مكة ودفن بين الصفا والمروة. فاهم؟ يبقى في بعض العلماء اعتبروا حديث لا أشبع الله بطنه إيه يعني من ضمن إيه الملامات التي كان يلام بها معاوية. إن النبي كمان دعا عليه. فاهم؟ هنا بقى الإمام مسلم جايبها إن النبي دعا له في سورة دعاء عليه. فهمت؟ لكن الواقع أثبت أن الدعوة استجيبت. لأن معاوية كان يعاني عناء شديد أنه لا يشعر بالشبع. وكانت أصعب عبادة عليه الصوم. لأنه أصلاً وهو بياكل جعان، فما بالك كمان هيصوم. واخد بالك؟ لدرجة أنك أصبح يقول لك جرازم، رجل عظيم البطن. يعني عنده موربد أوبيزتي. يعني سمنة مفرطة. فهمت ازاي؟ صار عنده بعد كده سمنة مفرطة معاوية، حتى انه هو اول من خطب الجمعة جالسا لعظم بطنه، مش قادر يقف من بطنه الكبير. فهم؟ فيبدو انها ان النبي، لان النبي بيقول لو كان ليس لها اهل اجعلها لي بالعكس، وده لو كان لها اهل هتيجي زي ما النبي قال. فهمت بقى المسألة؟ والله تعالى اعلى واعلم، ورحم الله الجميع يعني. لكن انا بحكي لك الايه القصة بغض النظر عن اننا، لكن احنا مع سيدنا علي عموما طبيعتنا كده، ولا نعيب في معاوية احتراما لحرمة الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عموما الواقع اثبت ان الدعوة استجيبت، لانه كان عظيم البطن، جراذم عظيم البطن. يقول لك وكان رجلا جراذم يعني عظيم البطن، فخطب جالسا، وهو اول من خطب جالسا في تاريخ حكام المسلمين كان معاوية بن ابي سفيان. يبقى الإمام مسلم كان إيه رأيه مخالف لإيه للإمام النسائي في المسألة، اعتبر إن لا أشبع له بطنه من مناقبه، فيبقى بالعكس. فهمت؟ والإمام النسائي اعتبرها أنها إيه مخزاة، وعشان كده مات فيها دي، يعني مات شهيد هذا الحديث الإمام النسائي. قال ابن المثنى قلت لأمية ما عطأني؟ قال قفدني قفدة. يعني أنت مش عربي ولا إيه؟ بيقول له بيسأله ما حطاني؟ قلت لأمية ما حطاني؟ قال قفداني، مع ان حطاني اسهل. قفداني يعني ايه؟ صفعاني يعني بيده من جهة الخلف يعني. قفداني قفدة. وعن ابي قال حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو حمزة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبأت منه فذكر بمثله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.